كان في هناك أصوات تنادي بالضرب بيد من حديد. ما أثرت هذه الجماعات على قرار جلالة الملك؟ حسين يصير شو ما يصير، بس لن أسمح بإراقة نقطة دم على أرض المملكة الأردنية. الأردن في أجواء الربيع العربي لم يكن يعمل بعقلية الأزمة، كان المطبخ السياسي يعمل بشكل دائم ومستمر، يتابع الأحداث طبعا في الداخل في الخارج. يجب أن تدخل في مراحل استباقية كبداية. المرحلة الاستباقية الأولى هي استيعاب الموقف بالتغيير. في البداية بدي أقول أني مرتاح للحرص الواضح من قبل الجميع على تحمل المسؤولية، وفي إطار الشراكة الحقيقية اللي يحتاجها ويستحقها وطننا وشعبنا العزيز الغالي. جرى تعامل واحتواء هذه الكارثة التاريخية بأعجوبة خطيرة تؤرخ الأردن. فإذا في قيادة حكيمة كفؤة، في شعب واعي. كنا نتعامل مع المجهول. إذا عندك خطر على واجهتك الغربية، إذا عندك خطر على واجهتك الشمالية، تستطيع أن تتعامل معه وتتجهز له. ولكن عندما يكون الخطر غير معلوم، لا هو خلفك، لا هو أمامك، لا هو يمينك، لا هو يسارك، كنا مهددين؟ نعم. كنا في خطر؟ نعم. بدأت التحركات الاحتجاجية في البروز للشارع من خلال مسيرات ومظاهرات جرى تنظيمها، وأنا كنت من أوائل، كنا في حركة اليسار الاجتماعي الأردني من أوائل الحركات اللي ترجمت هذا أرض الواقع في الميدان، احتجاجات ميدانية لكنها سلمية. ونفس الشيء كانت الأجهزة الأمنية تنحو إلى عدم المواجهة. في منظومة القيادات في الأردن ما دون جلالة الملك كان في هناك أصوات، وكانت ليست بقليلة، تنادي بالضرب بيد من حديد. من الأسبوع الثاني للمسيرات والاعتصامات، ما أثرت هذه الجماعات على قرار جلالة الملك؟ جلالة الملك منذ اليوم الأول لم يكن عنده نية أبداً إلى حدوث أي صدام ما بين أذرع الدولة والشعب الأردني. وتوجيهه إلي لأنه كانت مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي هي مهمة الأمن العام. حسين يصير شو ما يصير، بس لن أسمح بإراقة نقطة دم على أرض المملكة. The Egyptian situation is different than the Tunisian situation, very different than what we saw in evolve in Syria, and then the Jordanians had their own experience. King Abdullah was very adept at understanding what his people were saying to him. He navigated this moment, very intelligently and quite adeptly. الأردن تميز، وهي هنا القطب المخفي. الأردن تميز أنه لم تصم آذانها الجهات المسؤولة عن مطالب الناس، ولم تنكر وجود المشكلة، قالت لا في مشكلة ويجب أن نبحث. لذلك شكلت لجنة الحوار الوطني إذا تتذكر برئاسة الدولة الطاهر المصري، وأدخلت عليها فئات المعارضة كمان كنت فيها. وفي بداية عمل هذه اللجنة اصطدمنا بالمشاكل، أحداث دوار الداخلية إذا تذكرها 23 آذار، وبالتالي انعكفنا نحن الذين كنا نمثل الطيف المعارض في المنزل ولمدة أسبوعين، وكان في مباحثات عم بتصير مع دولة الطاهر المصري. ومن ثم استقبلنا جلالة الملك في الديوان الملكي واستمع إلى ماذا كان يجول في خاطرنا. أحد الأشخاص الذي تحدث معي أصبح وزيرا، هو كان على مع المتظاهرين، وشخص آخر أيضا كان من يعني أحد الإعلاميين أيضا المهمين، يعني كان مع المجموعة 24 آذار، تحدث معي وطلب أنه فقط نحن نريد أنه يعني بس جلالة الملكة تحدث أنه أنا الضامن. أثناء وجودي في المعارضة تسربت في لقاء جلالة الملك حوالي 5 مرات،
لما خدمت وزير 2 سنة و7 شهور لم ألتقيه، وأنا أصبح عندي رئيس وصرت وزير، لكنه يتحدث إلى كان يستمع إلى المعارضة بشكل مباشر. الذي يميز الأردن هناك رؤية أو طموح، رؤية عند القيادة عند جلالة الملك شخصي، وطموح عند المعارضة. إذا التقوا هذول بشكل إرادي شيء مهم جدا، وهذا ما حصل بتلك الفترة من 2011 إلى ما بعدها.